شباب سامعيني؟ السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سامعيني؟ ايوه يا دكتور. الصوت واضح؟ ايوه عدد الطلبة اللي دخلت كويسة ولا استنى شوية؟ السكرين واضحة؟ المحاضرة؟ ايوه المحاضرة دكتور باينة تمام. عندكم؟ شباب ايوه يا دكتور المحاضرة قدامكم؟ ظهر يا دكتور. شايفين السلايد ولا مش شايفينها؟ طب الحمد لله. نبتدي ولا نستنى شوية؟ أنا بدأت في ميعادي بالظبط. مش هطول عليك، وهي ساعة بس نكمل الجزء بتاع امبارح خلاص. أبدأ؟ ماشي يا دكتور، ممكن نبدأ. طيب احنا كنا استعرضنا كل انواع البارامترز الوتر بارامترز في المحاضرة بتاعت امبارح. وبالمناسبة قبل ما اكمل هفتكر انا، انت عندك السكشن كام طالب؟ 28. 28. طيب كل سيكشن يتقسم على اربع مجموعات، كل مجموعه سبعه ثمانيه حسب ما تتفقوا، عشان في اكتيفيتيز هتحتاج انكم تشتركوا كمجموعه. فكل مندوب سيكشن يجمع المجموعات بتاعته ويدي البيان بيها للمعيد بتاعه. وانا هنزل الاكتيفيتي بعد المحاضره دي على طول. اكتيفيتي بسيط، هحتاج ان انتم تملوه وتبعته لي او تبعته للمعيدين على طول. حاجة كده زي الاونلاين، يعني حاجة بتملك تملاها على المحاضرة اللي احنا خدناها اللي هي الووتر كواليتي بارامتر، مش اساينمنت، اكتيفيتي بس، مش مجرد اكتيفيتي. دي ممكن تعملوها في مجموعات وبعد كده هنعمل ريبورتس مع بعض برضه. فالمجموعات دي هتفضل معانا لاخر الترم، يبقى في ليدر للمجموعة واسم الاعضاء بتوع المجموعة. كل حاجة هيقدموها مع بعض، اللي انا هطلبها في مجموعات واللي هتطلب فردية هتبقى فردية. يا ريت بعد المحاضرة على طول تكونوا المجموعات دي وتسلموها للمناديب، وكل مندوب يسلم المعيد بتاع السكشن، وهم المعيدين هيسلموني أنا كشوف النهائية كلها. أول حاجة وأهم حاجة عندنا بقى في الناتشورال بادز الحقيقة، بعد ما استعرضنا كل أنواع البارامترز وتأثير كل بارامتر وتصنيفه، إذا كان كيميكال ولا فيزيكال ولا بيولوجيكال ولا هيدرولوجيكال، هنبتدي ناخد كيسز ستادي بقى على الووتر بادز اللي احنا درسناه في اول محاضره. احنا خدنا الريفرز والليكس والكوستس. هنبتدي باول حاجه الريفر. زي ما احنا قلنا الريفر مياه متحركه متدفقه، فبالتالي هيبقى لها سرعه وهيبقى لها تصرف وهيبقى لها قطاع. فببتدي اول حاجه بالهيدروليك بارامترز اللي هي السرعه، التصرف، العمق، العرض، اللي هم الاثنين دول مع بعض بيمثلوا قطاع، البسيمتري اللي هو قطاع على المسار المجرى، والرجيم اللي هي الحاله الهيدروليكيه او الاستابيليتي بتاع للريتش اللي احنا بنشتغل عليها او الاوبن شانل اللي احنا بنشتغل عليها، الجزء من النهر اللي بنشتغل عليه. الرجيم ده حاله من حالات الاتزان الهيدروليكي بين الحبيبات بتاعه جوانب الترعه وبين المايه اللي موجوده فيها. اعتقد ان انتوا خدتوها السنه اللي فاتت في الهيدروليكس ولا ما خدتوهاش؟ رجيم شانل، انتوا معايا يا جماعة ولا نايمين؟ يا هلا الله يا اخوانا، والنبي حد بس يكلمني، مش عايز احس ان انا بكلم ناس نايمة. انتوا مش طالعين من المحاضرة ولا الدكتور ايهاب لابد يتك عليكم قوي في المحاضرة؟ طالعين من المحاضرة الدكتور ايهاب خلصانين ولا ما حضرتوش اصلا؟ لا حضرنا. طب مش مستحملين تاخدوا محاضرة بعد ولا ايه؟ لا تمام ماشي تمام. مع حضرتك يا دكتور. طب والنبي تجاوبوا معايا، الله يخليكم، يعني خدتوا الشانل ريجيم في الهيدروليكس السنة اللي فاتت مع الدكتور تامر ولا لا؟ ما اعتقدش يا دكتور، والله مش متذكر. هي رجيم نوع من انواع الاستابيليتي بتاعت التشانل، يعني لما يحصل سكور في منطقه معينه بنقول عليها الرجيم دي فيها سكور. يحصل سيدمنتيشن، لا يحصل سكور ولا سيدمنتيشن نون سكورنج، دي بتوصف الحالات بتاعت الرجيم اللي هي الحاله، حاله الاستابيليتي بين الحبيبات وبين المايه.
يعني هي حالة السريان بتاعة المية المجرى المائي؟ لا لا، السريان بالحبيبات اللي فيها، السريان بس انا عارفه انكم خدتوا حقكم فيها، لكن السريان مع الحبيبات يعني المية وهي ماشيه بسرعه بتاكل الحبيبات معاها ولا بتنزل الحبيبات منها؟ العلاقه دي على مدار المجرى بنسميه الرجيم، التشانل ريجيم. هل هي بتنحرها من جزء وتحطها في جزء تاني مثلا، ام لازم تشوف الجزء بعد كده؟ هل اتعرضتوا للكلام ده في الكورس ولا خدتوا المية بس من غير اي طمي معاها؟ احنا خدناها كاسم بس يا دكتور، بس الدكتور ما شرحهاش. كمسمى بس يا دكتور. طيب ماشي، يعني دي من ضمن الحاجات اللي انا باخدها معايا. لو عايزين اقولها لكم بالتفصيل ممكن نبقى نتعرض لها في الكيس ستادي. الحالات الكلايماتيك اللي هو حالة الجو، احنا اتكلمنا الكلام ده بالتفصيل قبل كده وبرجع عليه تاني، ده بالنسبة للنهر. لان احنا بعد كده ان شاء الله هنعمل كيس ستادي لكل واحد، لكل مجموعة هتعمل تقرير او ريبورت، تكنيكال ريبورت عن حالة من حالات التلوث. ممكن ندي لك نهر، ممكن ندي لك مصرف، ممكن ندي لك بحيرة. فانت معاك المحاضرة، لو انت عندك نهر او مجرى مائي حتى ترعى مصرف، هتدخل على الصفحة بتاعت الريفر لان دي الابر شانل، وتشوف كل الكلام ده المفروض تغطيه البارامترز دي، واللي مش موجودة تطلبها. احنا هنديك البيانات لانك مش هتقدر تطلع تحت اقتصاد بنظر، فاحنا هنديك كل البيانات. لو في بيانات ناقصة هتفتح الصفحة بتاعت الريفر اللي هي بتاعت الابر شانل وتسأل على بقية البيانات. كل مجموعة هتقدم تكنيكال ريبورت في الاخر، هنديك بيانات حقيقية لحاجات حقيقية، وانت في الاخر هتقيم المية. بس الكلام ده يمكن بعد ما نبتدي ناخد المونيتورنج والسامبلنج، يعني ناخد رصد العينات، نبتدي في الاناليسس، هنبتدي احنا كل واحد هنوزع عليه الكيس ستادي بتاعه. فاي اوبن شانل هو انا مش مفروض الدخول اوتوماتيك على المحاضره ولا لازم انا اعمل بيرميشن للدخول؟ هو بيقول لي في ناس ويتنج. هي تقريبا دكتور نديم، بس مشكلة فردية يعني. نعم. بس ممكن هو بس ما تضافش، مشكلة فردية بس، اعتقد الطالب ده بس هو الوحيد اللي ما تضافش يعني. طيب ماشي. فلما انا هديكوا كل يعني هديك كيس الريفر بتحتاج ايه، فانت لو جالك في الكيس بتاعتك اللي هتعملها تكنيكال ريفر اي اوبن شانل وهما كان، هينطبق عليها مواصفات الريفر، يبقى الصفحة دي هتبقى معاك وهتسأل على كل البيانات دي. لو في بيان ناقص هتطلب مننا ان احنا نديهولك عشان تكمل الريبورت بتاعك. تمام، النقطة دي مهمة جدا. لما نخش على الليك برضو، علشان كده انا اهتميت ان انا اعرض المحاضرة دي واديها وقتها، لان احنا هنبني عليها التكنيكال ريبورتس بتاعتنا. اول ما المجموعات تتكون هنبتدي نعمل ريبورت صغيرة بسيطة، وبعد كده هنعمل ريبورت الكبير ده اللي بيتقدم بيفضل معانا لاخر الترم. كل ما تاخد حاجة جديدة بتزودها على الريبورت بتاعك. انا عندي الهيدروليك والكلايماتيك اللي هو درجة الحرارة ودرجة اشعة الشمس وسرعة الرياح الكلام ده كله، والرطوبة الهيوميديتي، كل الكلام ده بيبقى داخل معايا في الكلايماتيك بارامترز. وانا شايف امبارح قلت ان دي في ستيشنز باخد منها الريكورد، وقلت الهيدروليك بارامترز وزارة الري مسؤولة عنها هنا في مصر، ولو انت مش مواثق في النتائج بتاعتها ممكن تقيس بنفسك بس هتكلفك فلوس زيادة. الفيزيكال بارامترز التربيديتي العقارة، توتال سسبندد سوليدز اللي هي تي اس اس، الووتر كلاريتي اللي هي شفافية المية أو وضوح المية، والووتر تمبريشر درجة الحرارة. دي كلها العوامل الفيزيائية. التربيديتي عندنا جهاز بيقيسه، توتال سسبندد سوليدز تي اس اس عندنا جهاز بيقيسه، الووتر كواليتي عندنا جهاز بيقيسه ممكن نشوفه بالنظر، التمبريشر عندنا جهاز بيقيس درجة الحرارة. فدي وكلها تقاس في الموقع، يعني انت بتنزل في المجرى المائي تحط السنسور بتاعك يديك نتيجة، بتسجل النتيجة في الشيت بتاع الداتا شيت اللي انت بتبقى مجهزه وانت نازل، والاجهزة معاك بتاخد القرارات دي تحطها على طول، ما بتحتاجش تعمل الكلام ده في المعمل. نيجي بقى للكيميكال بارامترز، وده بيبقى دايما فيها عدد كبير من البارامترز، لدرجة انه في ناس بتتخيل ان الووتر كواليتي هي كيميكال اناليسيس بس، وعشان كده بتوع كليات العلوم بتوع كيمياء بيقول لك احنا بتوع المية، وبتوع الجيولوجيا بيقول لك احنا بتوع جراوند ووتر، لمجرد ان هم متخيلين انه الووتر كواليتي بتعتمد على الكيميكال اناليسيس بس. فهتلاقي ناس كتير في كليه العلوم قسم الكيمياء بيتكلموا على ان هم بتوع الووتر كواليتي، بس ده مش حقيقي خالص. الكيميكال بارت او بارامترز او اناليسيس جزء من خمسه برانشز الهيدرو السيفل انجينير بيتعامل معاهم،
وبره مصر بيبقى في انفيرمنتال انجينير. يعني احنا عندنا المدني شامل حاجات كتير قوي، المفروض ان احنا نستحدث في مصر في النقابه متخصص في المياه او متخصص في الانفيرمنتال. بره مصر بيسموه انفيرمنتال انجينير، بياخد شهاده ان هو انفيرمنتال انجينير. فده مش كيميكال انجينير، الكيميكال حتى في هندسه كيماويه ما هياش هي الانفيرمنتال ولا هي الووتر انجينير، حاجه مختلفه. انا عندي ديزولفد اكسجين الجي او الامونيوم، وهاكد تاني ان احنا لازم نحفظ السيمبلز دي والاكتيفيتي اللي موجوده اللي انا هديها لكم بعد المحاضره مرتبطه بالعلاقه بين الاثنين دول، يعني بالبارامترز تعرفها وتعرف السيمبل بتاعها ايه. النيتريت النيترايت الكيميكال اكسجين ديمون ده شرحناه بالتفصيل امبارح، والبايو كيميكال اكسجين ديمون ده شرحناه امبارح. اتكلمنا على الايكولوجي وقلنا ان هي العلاقه تلوث الميه بالاحياء المائيه او تاثير جوده الميه على الاحياء المائيه، عشان كده هي مرتبطه بالبيولوجيكال بارامترز. يعني الايكولوجيكال تعني ضمنا البرينا خاصه بالبكتيريا وخاصه بالطحالب وخاصه بالكلوروفيل اللي هو بتاع التمثيل الضوئي للطحالب، كل الكلام ده، والجراثيم الباثوجينز او اي مسببات للامراض داخل الميه، دي بنسميها ايكولوجيكال. دي بتوصف الميه ودي لها تاثير على الاحياء المائيه اللي جوه الميه. يعني ايكولوجيكال ده بقول البيئه المائيه دي ملوثه ولا مش كويسه. لما اجي اتكلم على تاثير دي على الاحياء المائيه اللي فيها كده بتكلم على بيولوجي، فبرضه البيولوجي مش هي الايكولوجي. الايكولوجي توصيف مثلا لبحيره على بعضها، بنقول النظام الايكولوجي للبحيره دي ملوث. لكن لما اجي اتكلم على الاسماك اللي جوه البحيره يبقى انا بتكلم على حاجه بيولوجيه. النقطه دي لازم تكون واضحه. لما اتكلم على الاحياء الطحالب او الاسماك ده بيولوجيكال بارامتر، لكن لما اتكلم على الووتر بادي كله سواء بحيره او بحر او شاطئ ده بنسميه ايكولوجيكال انفايرمنت، البيئه الايكولوجيه. بشوف الاتروفيكيشن، احنا تعرفنا على الاتروفيكيشن وقلنا ان ده زياده النيترات والفوسفورس والظاهره بتاعته وعلاماته، فلازم اعمل تشيك عليه. تشيك عليه ان شاء الله اثناء المحاضرات هناخد معامل اسمه تروفيك اندكس، معامل الاتروفيكيشن، وده هنحسبه بالبيانات اللي احنا معطاه معانا بتاعه المنطقه، وهنقدر نحدد الرينج بتاعه. انا عندي التروفيك اندكس لو رينج من بور لاكسلن، فانا هقدر احدد الاتروفيكيشن اند ستاتس، يعني الوضع الوضع الاتروفيكيشن من خلال مؤشر اسمه تروفيك اندكس، هناخده يمكن بعد المحاضره الجايه ان شاء الله. الايكولوجيكال بوليوشن، الملوثات اللي هي اللي بتسبب بتاثر على الاحياء المائيه، المسببات البوليوشن او الملوثات دي، او زي ما قلت ان الجي او هو اكتر حاجه بتاثر، لانه ممكن يتاكسد ممكن يمتص، ونتيجه العمليات اللي بتحصل في ديزولفد اكسجين جوه الميه بيكون نتيجته منعكسه على طول على الاحياء المائيه اللي موجوده جوه البيئه المائيه دي، سواء كانت نباتات زي الطحالب او حيوانات زي الاسماك. طبعا الهيلث امباكت ده يعني علشان اقدر اقول ان الميه اللي انا بدرسها من ضمن التكنيكال ريبورت اللي هعمله وهقيم، اقول هل لها هيلث امباكت ولا لا، فايه اللي يخليني اقدر اقول ان فيها لها تاثير على صحه الانسان ولا لا، هي وجود التفسير ان فيها مواد سميه. لو فيها مواد سميه او مواد مشعه تبقى دي بتضر بصحه الانسان، فلازم اتاكد ان المواد السميه زي السيانيد والزنك والرصاص والنحاس والكادميوم والزئبق ده كمواد سميه، وفي نفس الوقت ما فيش اي اثر لمواد مشعه. لا، لو انا اتاكدت ان هو خالي او التريسز الاثار اللي موجوده وزين الليميتس المسموح بيها يبقى هي ملهاش تاثير. لو هي اكتر من الليميتس المسموح بيها انا عندي في درجات، في حاجات موجوده بكميات، في حاجات موجوده باثار مجرد تريس، يعني النسبه بتاعتها ضئيله جدا، بس حتى النسبه الضئيله جدا من المواد السميه دي لها ليميت في الكودز، خصوصا لو هتستخدم في ميه الشرب. لو هي وزين ليميت هقول ان هي ملهاش تاثير ضار على الصحه، لو هي اكتر هقول ان لها تاثير ولا تصلح للشرب، لكن ممكن تصلح للاستخدامات الزراعيه او المنزليه. وفي دول على فكره بتفصل في المياه اللي داخله المنازل بين المياه اللي بتتشرب وبين المياه
بتاعت الاستخدامات المنزلية بقى عندهم مية للشرب حنفيات، لأن دي بتبقى واخدة عمليات تغطية أكبر، والمية التانية اللي بتستخدم في الغسيل والحاجات دي والتنظيف بتبقى أقل جودة. فبيبقى عندهم نوعين من المية، في دول بتعتمد النوعين من المية داخلين للبيت، وبيبقى المية الرئيسية بتاعت الشرب في المطبخ، وأي مصادر المية التانية خارج المطبخ. ده بس عشان تعرفوا احنا طبعا عندنا المية واحدة وما هيش بالجودة الكافية برضه. لو انا عندي ده قطاع فريفر على طول القطاع يعني، فانا عندي التمبريتشر بتأثر على السطح، عندي الاعماق مختلفة، عند الحافة بيبقى الدبس قصير، عند العمق في النص بيبقى الدبس كبير جدا. الديزولفد اكسجين موجود في كله، ولو نسب لازم احتاج اقيسها واشوف تاثيرها دي. عندي هنا السالينيتي بقيسها، عندي الديزولفد اكسجين بقيسه، وكل نسبه من دول بتعبر على السالينيتي، حتى على العمق حتى على طول المجرى. درجه الحراره زي ما قلت بتاثر على السطح، والانهار والمجاري المائيه ما بتبقاش عميقه قوي، فبتبقى درجه الحراره اللي على السطح تعتبر درجه متوسطه. لكن زي ما قلت لكم امبارح في الخزانات بتلحق بعد امام السدود، نتيجه العمق الكبير بيبقى درجه الحراره فوق حاجه وفي النص حاجه وتحت حاجه، فلازم درجه الحراره تتاخد معايا في الاعتبار، ما اعتبرهاش درجه متوسطه. يعني انا لو قست درجه الحراره هنا بتاعت الهواء وبتاعت السطح، انا بنزل حوالي نص متر في الميه واقيس درجه الحراره وبقيس درجة حرارة الهواء، ممكن أعتبر درجة الحرارة دي مع الأعماق البسيطة هي تعتبر درجة متوسطة للبيئة المائية كلها، لكن لو العمق كبير ما أقدرش أعتبرها درجة متوسطة، لازم أجيب على أعماق مختلفة وأقسمها لطبقات، كل طبقة لها درجة حرارة متوسطة. الأنهار بعبر عن جودة المياه لها بمؤشر اسمه الووتر كواليتي إندكس، جودة المياه. برضه هناخده ان شاء الله، ده كله داخل في لما اجي اعمل اناليسز. احنا في مرحله ان احنا بنعرف ان عندنا ايه البارامترز، بعد ما بناخد البارامترز دي بنبتدي نعمل برنامج للقياسات، وبعد برنامج القياسات بنحدده بالاماكن وبالتكرار هكرر كل قد ايه، بنزل الفيلد وابتدي اجيب البيانات دي بداتا شيت، اكتب عليها التاريخ واحدد. جمعت كل الكلام ده ببتدي ارجع المكتب وابتدي اعمل اناليسز للداتا عشان اطلع جراف زي ده. فانا الشغل عندي بياخد مراحل، احنا لسه دلوقتي بنتعرف على البارامترز بصفه عامه، ولو عندي بقى ليميتيشن في البادجت اللي هعمل اخد من كل اللي انا قلته ايه اقيس ايه. زي ما قلنا لو انا عندي العمليه مفتوحه هاخد كل القياسات اللي انا قلت عليها دي في السلايد اللي قبلها، لو ما عنديش كل ده يبقى لازم احدد المينيمم عشان اوصل في الاخر ان انا اطلع جراف. الجراف في الاخر بيقول ايه؟ بيقول والله الميه بتاعت النهر ده بور او مودريت، متوسطه او جيده او ممتازه. وهنا جراف بيبين لنهر معين على سنين مختلفه في 2010 و2011 و2012. اللون الاصفر او الكموني ده ده المتوسط، فالغالبيه متوسطه. تاني لون جود، الجود اقل شويه، الاكسلنت اقل شويه برضو، اقل. حد يقول لي هو الكيرف الاربع حاجات دول بيمثلوا ايه؟ حد يتوقع؟ يعني انا كل سنه بعمل باخد اربع قراءات. انا دايما في الانهار والبحيرات باخد القراءات بتاعتي بريودكلي كل سيزون، فباخد كل ثلاث شهور قراءه، فبيبقى عندي دايما اربع قراءات على مدار السنه. فانا في 2012 خدت اربع قراءات وعملت المؤشر بتاع جوده المياه، فطلع في الفتره دي ده مثلا وليكن الربيع او الخريف او الصيف، الفتره اللي انا ابتديت بيها، وبعد كده ده مؤشر الجوده، وبعدين ده مؤشر جوده على الاربع مرات اللي انا قست فيهم. فانا عندي قراءات الريفر بتبقى كل ثلاث شهور على اساس ان انا عندي مواسم الزراعه مثلا مرتبطه، درجات الحراره بتختلف، الفيضان نفسه بيختلف، التصرف بيختلف من سيزون لسيزون. فانا بالتالي بقيس، بجمع البيانات اللي انا قلت عليها دي كلها وباخدها القراءات بتاعتها كل سيزون كل ثلاث شهور،
وابتدي ارسم علاقات اعملها للسنه دي، لو بجمع لكذا سنه، وممكن جوه دي اعمل لكل شهر لوحدها، امسك عنصر عنصر في المؤشر بتاعي واعمل له بيانات. الكلام ده هناخده لما نيجي نعمل ازاي نعمل اناليسز للريزلت. المهم ان انا بعد ما بجمع البارامترز واخد القياسات بتاعتي واحللها واطلع نتائج، بوصل لحاجه زي دي علاقات تحدد لي هي الميه دي نوعها ايه وتنفع في ايه. لو لقينا ان في موسم معين وليكن موسم الجفاف مثلا اللي هو السد الشتوية او الفتره فيها ميه، الميه بتبقى متوسطه لكن في فتره تانية بتبقى جود، فانا بحكم حسب الاستخدامات بتاعتي هو افضل فتره مثلا استخدم فيها الميه دي امتى وهكذا. فالعلاقه دي بتبقى اخر حاجه بنوصل لها بعد تحديد العناصر واخذ العينات وتحليلها وطلوع النتائج، ببتدي اوصل في الخلاصه. ده في اي مشروع، يعني اللي قلناه في الريفر هنعيده في الليك هنعيده في الكوستال، اللي هيختلف معانا بس البارامترز اللي بناخدها في كل مره، لان كل واحد زي ما قلنا التلوث بتاعه بيختلف. بالنسبه للبحيره نفس الكلام، لو انا عندي كميات كبيره من النيتروجين والفوسفور هتديني التروفيكيشن. التروفيكيشن باين، الخضار اللي باين ده سواء في اللون المية او الريم اللي بيبقى موجود على سطح المية، ده على طول في اتروفيكيشن. والاتروفيكيشن له زي ما قلنا مؤشر، والمؤشر برضو بنحسبه على مدار السنة كلها. الترع زي الانهار، البحيرات زي الانهار، بنقيسها برضو كل ثلاث شهور اربع مرات في السنة. لو انا بعمل سنة قراءات سنوية، مش بعمل دراسة المنطقة في فترة محددة، لا، لو أنا بعمل قياسات دورية زي ما وزارة الري ووزارة البيئة بيعملوا، فأنا بحتاج أعمل أربع مرات في السنة أخذ قراءات وأشوف الدنيا ماشية فيها إزاي خلال السنة. ولو ظهر عندي حاجة غريبة، مؤشر مثلا ملوث زاد بزيادة شوية، أكيد يبقى فيه بوليوشن ملوث جديد ظهر على السيستم، فده بيديني التدرج على مدار السنة، بيعرفني الدنيا ماشية ازاي بالنسبة للملوثات والجودة المية كمان. غير الاتروفيكيشن اللي هو اكتر حاجة بتقلقني في البحيرات، الكيميكال اناليسيس بقى. انا عندي الملوثات فيه هيفي ميتلز وفي اورجانيك كيميكالز وفي سيدمنتس وفي كلورايدز، كل ده بيبقى ناتج. هي البحيرات دايما بتشتغل ك كوليكتور او مجمع للمصارف والترع اللي بتصب فيها. فلو عندي المصارف محمله بصرف زراعي وصرف صحي وصرف صناعي، فهلاقي المصايب كلها موجوده في البحيره جايه لها من المصارف. يعني عندي مثلا بحيره البرولوس على سبيل المثال، في عليها تسع مصارف وترعه واحده بس، كل المصارف دي بتصب بلاوي في قلب الترع، فطبعا الترع ميتها ملوثه جدا، والترع الواحده اللي بتصب الفائض بتاعها ما تاثرش، ما تعملش حاجه جنب تسع مصارف تانيه. فبالتالي انا لو عندي مصارف ملوثه بتصب في ترع، فبتعمل تلوث في الترع بيبقى شديد جدا في نقطه القاء المصرف اللي هي بنسميها بوينت سورس، النقطه المصرف المير، واقل شويه على ما على جسم الترع البحيره كله او على مسطح البحيره. الباثوجينز اللي هي زي ما قلنا مسببات الامراض، ما هياش جراثيم بس مسببات للامراض زي الايكولاي، او دي يعتبر دي كائنات حيه او انواع دوديه بكتيريه بتنقسم وتتولد لوحدها، مجرد وجودها دليل على مشكله في البيولوجيكال بارامترز بالنسبه لنوع المياه اللي انا بشتغل عليها. البحيرات مياهها ما بتستعملش في الشرب غالبا، فبالتالي التعرض للامراض البيئيه، التعرض للامراض نتيجه استعمال المياه في الشرب ما بتبقاش ايشو كبير بالنسبه لي او مهمه زي مياه الانهار اللي بتاخد منها محطات مياه الشرب. دايما البحيرات بتستخدم في الاستزراع السمكي اكتر، فبيبقى الباثوجينز دي بس بدرسها من ناحيه هل هتاثر على الانتاج السمكي ولا، لكن هي ما بتشربش منها للانسان. فبيبقى الكيميكال والبيولوجيكال متاثر بالسمك وبالمواد الطحالب والحاجات دي اكتر ما هي متاثره بالباثوجينز. الرسمه دي بتعبر عن الفرق، يعني مقارنه بين البيولوجيكال اكسجين ديموند في اكتر من ووتر بادي، لو في ليك ووتر لو في ويل
ووتر لو فيه كروب اللي هو زراعات، بيقول لك البي او جي اهو مع السامبل بيبقى اكتر حاجه، اكتر قيمه له فين واقل قيمه له فين، والبرميسيبل ليميت عنده فين. هنلاقي ان عندنا هنا الليك ووتر والويل ووتر اقل من البرميسيبل. البور ويل اللي هو يعتبر زي بتاع الجسه، البور ويل زي بتاع الجسه او اللي هي ابر الملاحظه فيها على سبيل المثال، ده مجرد تيبيكال اكزامبل، هنا اكبر من المسموح به. فلو انا عايزه استخدم اقول ان هو اللي ينفع ولا ما ينفعش، يبقى اللي اقل من الليمت مسموح به، اللي اعلى من الليمت مش مسموح به، وده لبارامتر واحد. الشكل اللي احنا شايفينه ده نوع من انواع الاناليسز اللي بنعملها لعنصر واحد، بارامتر واحد بس بقيسه. ممكن على مدار الستيشنز، انا بسمي كل نقطه باخد عندها عينه ستيشن، فممكن كل ستيشن اخد عندها البي او جي وقارن. طب انا باخد اربع مرات في السنه، فلو حطيت الفترات الشهور او المرات يعني التاريخ اللي انا خدت فيه اربع مرات وقارنت مثلا البارامتر ده بالقيمه بتاعته وقارن بالمسموح، كل دي انواع من انواع الاناليسيس هنتعرف عليها وهنتدرب عليها وهنعملها بالاكسل كمان وهنبقى اساتذه فيها. دي كلها هتدخل في بند الاناليسيس. انا بس بوريك ان البارامترز اللي بنطلع من هنا بطلع بيها مؤشرات او بطلع باخد عنصر مهم بالنسبه لي. بالنسبه للبحيرات بيبقى الفوسفورس والنيتروجين دول اللي عيني عليهم، التوتال نيتروجين والتوتال فوسفورس، لان هما دول الاساس في مؤشر الاتروفيكيشن وفي حدوث الادم. دايما اكتر حاجه بتشغلني ده، وبعد كده ده اقل اهميه وده اقل، يعني هما مترتبين بترتيب الاهميه بالنسبه للبحيرات. ده اكتر حاجه لانه بيسبب الاتروفيكيشن، ده الكيميكال بارامترز يلي في الاهميه الباثولوجي والايكولاي او المؤشرات البيولوجيه المؤثره على صحه الانسان اخر حاجه، لانه ميه البحيرات ما بيتشربش منها. يعني زي ما قلت ان اكتر حاجه بتقلقني في البحيرات هي المركبات النيتروجين ومركبات الفوسفور، فدي مثال للتقسيمه بتاعت جوده مياه البحيره بس بالنسبه لمركبات النيتروجين اللي هم منهم لما بقيسهم بقدر اطلع منهم الاتروفيكيشن ستيتس او التروفيك ستيتس، يعني من القيم دي بحسب التروفيك. بس هو بيقول لك النسب المسموح بيها او بنقسمها لكلاس، التوتال فوسفورس لو هو اقل من كذا يبقى ده كويس جدا، اقل لحد 80000 النسبه اللي بعدها، يعني كده كلاس من اقل حاجه اللي هي احسن حاجه لأسوأ حاجة اللي هي أكبر من 1.2 ميلي جرام، ده بالنسبة للتوتال فوسفورس. هنا الأمونيا أو النيتريت، دي الأمونيا أهي، دي القيم بتاعتها، ده التوتال نيتروجين. الخانة دي والخانة دي الاتنين دول مع بعض بيدخلوا معايا في معادلة الإتروفيكيشن، اللي لما أنا بحتاج أعرف المركبات نفسها، لأن كل واحدة من دول بتيجي من البيستيسايدز ومن من الاسمده والمبيدات، فببقى عايزه اتعرف على كل عنصر لوحده قبل ما اجيب التوتال بتاعه. فدي مركبات النيتروجين المختلفه. طبعا انت مطلوب منك برضو تعرف الحاجات دي كلها الاسم بتاعها ايه، يعني اقول لك اديها لك رمز تبقى عارف اسمها، اديها لك اسم تبقى عارف الرمز بتاعها. وكل القيم زي ما قلنا بالملي جرام على اللتر، الحاجات اللي بنقول عليها تريسز دي بتبقى بالملي ملي جرام على اللتر، اللي هي المايكرو بتبقى بدل الام دي الميون، بتبقى بدل واحد في الالف بتبقى واحد في المليون، اللي هي التريس مجرد اثر. ده التقسيم، ده الحاجات اللي زي ما قلت بتهمني في الليكس، الفوسفورس النيتريتس مركبات النيتروجين وكل الحاجات اللي موجوده نيترايت نيتريت امونيا، دي اللي بتعنيني اكتر وبحللها وبطلع الاتروفيكيشن ستيتس بتاعها. الكلام ده احنا قلناه قبل كده، ايه اللي بيحصل، التفاعلات اللي بتحصل، ولما نيجي نتكلم في الاتروفيكيشن هنقسمها لطبقات وهنشوف كل طبقه. هو هنا بس بيعرف ايه العناصر المؤثره، ونفس الكلام هنا احنا شرحناه في الاول لما قلنا ازاي البحيرات بتتاثر، بس ده تاكيد مش اكتر، يعني ده تاكيد ان القطاع بتاعي انا محتاج هنا دبس وسطح سيرفيس ووتر، ده في البحيرات بحتاج السيرفيس ووتر وبحتاج الدبس. معروف ان البحيرات
بتبقى في النص اعمق حاجه وفي الطرف اقل حاجه، فانا بجيب فيها اكتر من عمق، بقول العمق في المنتصف بيتراوح من كذا لكذا، لان كمان مش المنطقه مش بتبقى منتظمه، وعند الاطراف بيتراوح من كذا لكذا. ده يهمني جدا لانه لما اجي امثلها بعد كده هل اخدها بعمق متوسط ولا اقسمها مناطق كل منطقه لها عمق متوسط. ده اللي يفرق معايا عن القطاع النهر. النهر باخد القطاع بتاعه دبس واريا وقطاع كل شويه لانه مستمر، لكن هنا مش مستمر، ده جزء مغلق له قطاع له عمق اقصى في النص واعمق اصغر. فانا هشوف انا هتعامل معاها ازاي، هاخد عمق متوسط لها كلها افريج، ولا اقسمها طبقات افقيه، ولا اقسمها طبقات راسيه حسب العمق. الكلام ده لما نيجي نتكلم في الليكس وفي الاتروفيكيشن هنتكلم عليه بالتفصيل. دي حاله الاتروفيكيشن اهي، زي ما قلت درجه الحراره اللي فوق بتخلي فيه حاله الاتروفيكيشن مختلفه عن الدرجه اللي تحتها، مختلفه عن الدرجه اللي تحتها. فانا بيبقى عندي طبقات كل طبقه ليها درجه اتروفيكيشن مختلفه متاثره بدرجه الحراره. ادي التمبريتشر وادي العمق وادي البيهيفير بتاع الليك مع العمق ومع درجه الحراره. ده بيأثر على التوتال فوسفورس والتوتال نيتروجين ازاي؟ بالشكل ده، لما بيزيد العمق دول بيزيدوا، ولما بيزيد العمق ده بيقل. الكوستال ووتر كواليتي بارامترز، قلنا ان عندنا وجود تعرض جزء كبير من المسطحات بتاعت البحار والمحيطات للهواء فيه ثاني اكسيد الكربون، بيتفاعل مع الميه وبيديني ظاهره التحمض او الاسيديفيكيشن. دي موجوده بس في الكوستال ووتر. الاتروفيكيشن بدرسها عشان اتاكد ان هي مش موجوده، لكن هي نادر لما بنلاقي اي تايدال ووتر فيها عطن او فيها، هي بتبقى موجوده في البحيرات وفي المصارف اللي الميه فيها قليله. انت لو لاحظت لو ماشي جنب مصرف الميه فيه قليله هتلاقي سطحه كله متغطي باللون الاخضر لدرجتك مش شايف الميه. فهي والمصارف عشان الماء فيها بتبقى شبه راكدة، فدايما الاتروفيكيشن بيحصل مع المياه الشبه راكدة. فلما تبقى المياه تايدل وموجيه وماده وجذر يعني نادرا ما بيحصلش فيها ابدا اتروفيكيشن، بس انا برضو بعمل تشيك واتاكد ان هو مش موجود. طبعا البلاستيك ديبريس، اتكلمنا عن ظاهره المركبات البلاستيكيه اللي ما بتدوبش وبتتراكم، دي مشكله كبيره. التوكسينز، المواد السميه زي مخلفات السفن، اي مواد بتروليه موجوده، لو في منصة بترول بتسرب، لو في محطة طاقة نووية بتسرب، أي حاجة بتلوث المية في البحر بتكون معايا. مخلفات السفن وهي ماشية، الحفر تحت المية، احنا عندنا عارفين انه في احيانا يعني دايما بيبقى في اعمال بتمد تحت المية زي خطوط الانترنت، الكيبلز بتاعت الانترنت اللي بنسمع عنها الكبيرة دي، حاجات كتير بتمشي زي خطوط الغاز المسال بتمشي عبر القارات من دول لدول، في اجزاء منها بتمشي تحت الميه. فالكلام ده لو في اي ليكج او تسرب ممكن يعمل لي تلوث كبير لمياه البحر. الضوضاء نوع من انواع التلوث، بس مش تلوث ميه، تلوث سمعي. النويز اللي هي الضوضاء هي نوع من انواع التلوث، لكن مش تلوث، كل ده تلوث للميه المياه الشاطئيه، لكن النويز دي مش ميه، دي تلوث سمعي بس. بنسمي الميه في البحيره اكواتيك، بنسمي البيئه المائيه في البحيره اكواتيك، بالنسبه للبحر بنسميه مارين، عشان كده بتسمع كلمه مارين كتير. مارين بيعبر عن البيئه المائيه الشاطئيه، واكواتيك بتعبر عن البيئه المائيه للمياه الراكده زي البحيرات. البحيرات والانهار بتشتغل معنا كلمه اكواتيك علشان المياه فيها ما فيهاش امواج. المارين بنسميها حتى الرسمه الوحيده اللي تلاقي فيها الحركه دي، ده معناه ان في حركه موجيه موجوده، وده قطاع قريب من يعني قطاع في المارين ووصل لحد العمق وجايب الملوثات بتاعتي مع البيئه المائيه اللي موجوده. واحد الميه، اثنين السيدمنتس اللي موجوده، ممكن طبعا احنا بنركز على المية، لكن السيدمنتس نفسها لو المية ملوثة السيدمنتس كمان ملوثة. ثلاثة البيوتا اللي هو الأحياء المائية الموجودة من الفش
والكريبس اللي هي الكابوريا او اي مركبات موجوده. كل المركبات الموجوده دي بنسميها البيوت اللي هي الكائنات الحيه داخل المارين. فانا عندي ثلاث حاجات بيأثروا. انا صحيح تركيزي على الميه لان ده تخصصنا وده الكورس بتاعنا، بس التلوث بيبقى في الميه، بيبقى في السيدمنت اللي هو جوانب المجرى نفسه، وبيبقى في الاحياء المائيه الموجوده. الكلام ده هو بالظبط، بس بنتكلم على الجراوند ووتر كواليتي. هسيب لكم الجزء ده تقروه تاخدوا فكره، وزي ما قلت الطلبه بتوع المشاريع يحددوا معايا ميعاد عشان هشرح لهم الجزء بتاع الجراوند ووتر كواليتي في المشروع. يبقوا يجمعوا بعض، او لو هم عاملين مجموعه مع الدكتور اسد يدخلوني معاهم عشان اديكم المحاضره بتاعه الجراوند ووتر كواليتي بارامترز. الستاندردز، ودي تقريبا اخر جزء معانا. ايه اللي بيحكمني لما اجي اقول ده؟ انا وريته قبل كده في الرسومات، بعد ما بطلع النتائج بتاعتي بقارنها بليمت مسموح بيه. مين اللي بيحط الليمت المسموح بيه؟ عندي حاجات عالميه زي ما قلت قبل كده وفي حاجات محليه. من الحاجات العالميه الخاصه بمياه الشرب اللي هي WHO World Health Organization، دي تبع الامم المتحده. بالنسبه لمياه الزراعه عندي الفاو اللي هي Food and Agriculture Organization، وبرده دي تبع الامم المتحده. في مصر عندي جهاز شؤون البيئه اللي هو Egyptian Environmental Affairs Agency، والاختصارات بتاعته الانيشالز EEAA، تبقى عارف ان ده يقصد بيه الجهاز وعارفه بالانجلش وبالعربي. European Environmental Agency EEAA، هنزل لكم على الريفرنس يعني هعمل لكم فايل في البي دي اف بتاعت كل واحده من دول، وانت تخش تطلع عليها عشان تعرف ان انا ما بكذبش عليك وما بضحكش عليك، بقول لك كلام بحق وحقيقي. على قد ما اقدر هنزل لكم كل الكودز دي لان هي كبيره جدا، واحنا بننتقي منها بعض الحاجات اللي تخصنا اللي احنا عايزين نركز عليها، انما ما نقدرش نستعرض كل الليمتس بتاعتها. الاي بي اي دي Environmental Protection Agency، دي امريكيه ودي اكتر واحده مستعمله على فكره. دي والدبليو اتش او والاف اي او والاي بي اي دول اكتر ثلاث حاجات مستعملين عالميا في كل الدول. طبعا دي حاجه محليه ممكن تبقى ملزمه لينا في المشاريع الداخليه، برضو الاوروبي ملزم لاوروبا مش ملزم خارج اوروبا. اليو اس جي اس ده يونت يونايتد ستيتس جيولوجيكال سيرفي، ده في امريكا وده مختص اكتر بالجراوند ووتر، يعني بيعمل دراسات. ده مركز دراسات كبير جدا للجراوند ووتر والجيولوجي، ومعروف ومستخدم وله نشرات والناس بتستخدم الكودز بتاعته كريفرنس، موثوق بيه لما يقول ان انا جايب الكلام ده من اليو اس جي اس بيبقى معتمد، او قارنت الكلام ده باليو اس جي اس. قانون 48 اللي هو ده قانون مصري لي خاص بالصرف المياه على المجاري المائيه. لو انا هصرف ميه صرف مثلا على ميه ترعه، لو انا هصرف ميه مصرف على بحيره، فده قانون 48 لسنه 82 اللي بيحدد ممكن اصرف ولا مش ممكن، الليمتس بتاعت الصرف للمياه المنصرفه، ينفع اصرفها ولا ما ينفعش. واللينك بتاع كل واحد من دول موجود في اخر المحاضره. ده قانون 48 للووتر كواليتي لسنه 82، والقانون على فكره القانون ده بيمشي على ميه الري ووزاره الزراعه، يعني لو سالت اي محطه الميه بتاعتكم اخبارها ايه هيطلع لك ان هم بيعملوا الاختبارات دي، ويا ريت دي تطبقها وتخليها معاك كرنج للقيم اللي موجوده. لما تتكلم على مصر ممكن تقارن بده ويبقى ماشي، لان قانون 48 معتمد 48 مش 49 ومحدث في 2013، وهو اول مره طلع كان سنه 82. هنا البي او دي طبعا انا لن اخفيكم ان انا لازم تبقى عارف ده وهتتسال فيه، يعني الاكتيفيتي على الكلام ده. الرينج في مصر ده المسموح به، فلو انا عملت اناليسيس وقارنت بده طلعت البي او دي مثلا 5 يبقى اوكي اقل من الليمت، طلعته 9 يبقى اعلى من الليمت، ده على سبيل المثال يعني. البي اتش مثلا احنا قلنا 7 نيوترال، بس ممكن تختلف اختلافا بسيط، فهو بيقول لك من 6.5 ل 8.5 اعتبره نيوترال مقبول، يعني السبعة بلس نص وماينس نص اعتبره مقبول، اقل من كده يبقى
حامضي اكتر من كده يبقى قاعدي. التي دي اس اللي هو الاملاح الكليه المذابه من 500 ملي جرام على اللتر اوكي ده المسموح، فلو طلعت 900 تبقى مش مسموحه، لو طلعت 200 تبقى مسموحه. كل شغلنا هيبقى كده. انا هنحدد مع بعض ايه الريفرنس اللي هنشتغل عليه، هل هتشتغل على ال WHO ولا على ال FAO ولا على قانون 48 ولا على جهاز شؤون البيئه، بنحدد. وساعات بنقول لك قارن بكل دول وقول لي ايه المسموح فيه، فانت تبقى عارف انه الليمت ده الليمت ده هنسميه الليمت البرميسيبل ليمت، الحد المسموح بيه. هقارن النتائج بتاعتي بالحد المسموح بيها ايا كان بقى القانون اللي انا الكود اللي انا شغال عليه. انا عندي بيه برميسيبل ليمت لكود معين، يبقى هقارن بيه والنتائج اللي انا طلعتها واقول هي مسموح بيها ولا لا. دي WHO اللي هي drinking water limits، دي بالنسبه لل WHO. انا جبت لك دلوقتي ده WHO مختصر الحاجات اللي ممكن تلاقيها على ازايز المايه المعدنيه. زي ما قلت ان العناصر عندنا كتير، حوالي 200 عنصر او اكتر بنتعامل معاهم في الاكواد دي، لكن هنا دي ممكن تلاقي معظمها موجود على ازايز المايه المعدنيه في ال WHO. بيأكد لك يعني هو بيبقى لك ان ده كذا وده كذا، يعني الليمت في ايه وزين المسموح به. فانت ممكن تعمل تشيك بالحاجات دي على اي ازازة مية معدنية مكتوب عليها ايه من بره، عشان تتأكد وتقارن بالليمت وتبقى بتعمل تطبيق عملي على الحاجة اللي انت بتاخدها وتحس بيها. الدوميستيك ووتر كواليتي ستاندرز اللي هي المياه المسموح بيها في الاستخدامات المنزليه، كلمه الدوميستيك اللي هي في الاستخدامات المنزليه، ودي من الشرب لغسيل الهدوم وغسيل المواعين والكلام ده والمسح والتنظيف، لكن مش للميه مش للشرب. الجزء اللي يعني اقل حاجه مسموحه علشان السمك الانتاج السمكي يبقى كويس هي القيم دي، اللون يبقى ايه، ده الفريش ووتر تبقى ايه، البراكتش. طبعا عارفه في سمك بحري وفي سمك نيلي وفي سمك مزارع، فهو بيدي لك لكل نوع من انواع البيئه المائيه ايه الشروط، الحد الادنى من الشروط اللي عشان يبقى فيه انتاج سمكي كويس في النوع ده من الميه. دي تاخدها للعلم، ولو عايز تطبقها بقى دي ريفرنس بالنسبه لك لما اسالك مدى جوده الحاله بتاع الميه بتاعتك. مثلا اديتك بحيره معينه، اديتك مصرف، اديتك ترع، اديتك شط، واقول لك مدى ملائمه الحاله بتاعتك دي للانتاج السمكي، هتدخل بالبيانات بتاعتك على الصفحه دي وتقارن وتقول ان هي مناسبه غير مناسبه، مناسبه جدا. هتقارن بالقيم دي، ده تخص الانتاج السمكي ومدى ملائمه المياه للانتاج السمكي، وده ده جزء اساسي من شغلنا، لان ده الايكولوجي او مردود تلوث المياه على الانتاج السمكي. ده كان الجزء اللي كان متبقي من المحاضره بتاعتنا، وجزء مهم جدا هنشتغل لحد اخر الترم على المحاضره دي بتاعت النهارده بتاعت امبارح. كل مره المره الجايه ان شاء الله هنقول ازاي احدد الاماكن بقى، ازاي اختار مونيتورنج بروجرام. يعني هي المحاضره مرفوعه ممكن تشوفوها، لو عندي مثلا قطاع زي ده مجرى، وانا اديت لك قلت لك عندك خد جزء من ريتش على فرع رشيد مثلا في المنطقه كذا عند كفر الزيات وليكن، وادرس لي الووتر كواليتي والبيانات اهي. انا في التكنيكال ريبورت هديك البيانات، لكن انا عايزه اعرفك ازاي تختار بقى الاماكن اللي تنقي عندها تحط عندها القراءات. هديك جزء زي ده وادي لك كل النشاط اللي حواليه، او انت هتجيب النشاط اللي حواليه. انا عندي نشاط زراعي، نشاط سكاني، في مصانع قريبه، في محطات صرف صحي قريبه، في ترانشات موجوده كره فيها ترانشات، وهبتدي احدد ايه اللي بيصرف صرف مباشر، ايه اللي موجود عند المنطقه. بناء على الدراسه الاوليه دي بقعد على المكتب اقول انا محتاجه اخد طرق في النص هنا، واخد هنا عند الصرف بتاع المصنع ده احط نقطه، وعند المصرف اللي بيصرف هنا احط نقطه، وهنا في النص احط نقطه. انا المره الجايه باذن الله في المحاضره الجايه هنعرف ازاي نختار الاماكن، نعمل تصميم لمونيتورنج برنامج لرصد جوده المياه. هختار فين، وعشان كده هو مهم وبيحتاج تالنت وخبره
وبيعمل بزنس التلوشتات بعد كده في الصرف الصحي او في الووتر كواليتي او في الري. من المطلوبين الناس اللي هم بتوع الووتر كواليتي ازاي تعمل مونيتورنج، ازاي تحلل الانتاج اللي طالع من الرصد، ازاي تاخد العينات وتحفظها بطريقه امنه من غير لما تنقلها، ومواصفات اخذ العينات وكميتها. كل الكلام ده ان شاء الله في المحاضره الجايه واللي بعدها. المحاضره الجايه ازاي نصمم البرنامج، المحاضره اللي بعدها ازاي ناخد العينات وبعد كده نحللها، وبعد التحليل لو عندي مشكله في النتائج ازاي اتعامل معاها، لو عندي داتا طلعت غلط او انا بعد ما روحت نسيت اخد نقطه معينه ازاي اتعامل مع الحاجات الميسنج او الحاجات اللي هي اود يعني بيقول مختلفه مش منطقيه خالص، حصل غلط في القياس فنقلت الرقم غلط، بنسميها الداتا هاندلنج. هنخلص كل ده بالتدريج وتصاعدي، ومش هتحسوا بالمشكله لانه في الوقت اللي انا بدي المحاضرات السكاشن بتمرنكوا على الكلام ده لحظه بلحظه، بحيث لما نيجي نعمل تكنيكال ريبورت على اخر الترم ونقدمه نبقى بقينا اساتذه بروفيشنال في الووتر كواليتي تكنيكال ريبورت. اتمنى تكون المحاضره بتاعت النهارده استفدتوا منها، ولو في اي استفسارات جمعوها وادوها للمندوب وهو يديهاني اعلق عليها في اول المحاضره الجايه باذن الله. كل سنه وانتم طيبين للمسيحيين وللمسلمين والمصر كلها بمناسبه الاعياد الكتيره. ورئيس الوزراء طلع النهارده قرار من بكره لحد اليوم الاثنين اجازه رسمي بعد ما كانوا مرحلينها الخميس، فحاولوا بقى تستمتعوا شويه وتذاكروا شويه عشان الترم الثاني دايما قصير. وربنا انا واثقه ان كلكم هتقضوه في المشاريع، يعني مش هتعملوا لا هتستمتعوا ولا هتذاكروا وهتشتغلوا في المشروع، بس انا برضي ضميري بقول الكلمتين اللي المفروض اقولهم يعني. كل سنه وانتم طيبين. اشوفكم.